الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. توقع خبراء اقتصاديون أن تسجل أسعار الدولار ارتفاعا جديدا مع انطلاق مشاريع الموازنة، فيما أكدوا أن الارتفاع لن يؤثر على أسعار السلع في الأسواق المحلية فقط، بل على المشاريع الخدمية الكبرى أيضا. وأضافوا أنه مع البدء بتنفيذ المشاريع الخدمية الكبيرة في العراق بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ، سيكون هناك ارتفاع جديد على أسعار صرف الدولار، فعمليات الصرف في السوق وعمليات العرض والطلب سيكون لها تأثير على الارتفاع مجددا، وهذا قد يظهر خلال الأيام القليلة المقبلة. كشف خبراء اقتصاديون أن المصارف 14 التي تم إبعادها مؤخراً عن نافذة العملة ترفض إعادة الودائع إلى أصحابها، وأشار الخبراء إلى استحالة خلق استثمار واستقطاب رؤوس أموال داخلية وخارجية دون توفر مناخ آمن يعطي الطمأنينة للمستثمرين والشركات من أجل الإقبال على الإجازات الاستثمارية بمختلف عناوينها في العراق. وأضافوا أن المناخ الاستثماري في العراق لا يزال غير مناسب وغير مشجع لأسباب عديدة، لافتين إلى أن القاعدة الاستثمارية في العراق ليست صلبة لدرجة قادرة على استقطاب الأموال، بالإضافة إلى الروتين والفساد في مفاصل الدولة. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن معلومات جديدة بشأن سرقة القرن، لافتة إلى أن المتهمين تدعمهم جهات سياسية متنفذة. وقال عضو اللجنة هادي السلامي إن 48 متورطاً في تسهيل إجراءات سرقة القرن، معظمهم يقيمون خارج العراق ومساندون من جهات سياسية متنفذة. يذكر أن سرقة القرن تمت بالاستيلاء على ما يقرب من 3 مليارات دولار من خلال صكوك صرفت من قبل 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي فر معظم مالكيها خارج البلاد. قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد إن العراق يعتمد على طريقين في زيادة إنتاج الغاز: الأول الجهد المحلي، والثاني استثمار الشركات. مع ذلك لا يمكن الاستغناء عن استيراد الغاز. وأضاف شداد أنه مع دخول عقد توتال والجولة السادسة المختصة باستثمار الغاز حيز التنفيذ، خاصة في الحقول المكتشفة، تدخل العراق في مرحلة استخراج النفط، إلا أن ذلك لن يكون قبل 5 سنوات على الأقل، فيما لو كانت الحكومة جادة في الاعتماد على الغاز المهدر من الحقول والتي تحرقها من غير سبب مقنع. قال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن التبادل التجاري مع الصين خلال العام الماضي بلغ أكثر من 48 مليار دولار. وأضاف الصحاف أن وزارة الخارجية ستحتفل مع الجانب الصيني بمناسبة مرور 65 عاماً من العلاقات الثنائية المشتركة، مبيناً أن معدل التبادل التجاري مع الصين خلال عام 2022 يزيد على 48.5 مليار دولار. وهذه انتقالة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.